وينضم إلينا في الاستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء الدكتور شامي الظاهري. أهلا وسهلا بك لواء دكتور شامي معنا. إذا سعادة اللواء، كيف تقرأ تصريحات نائب وزير الدفاع بخصوص إدعاءات إيران الكاذبة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخت نفلة وأحيي مشاهدي قناة الإخبارية. الحقيقة إيران يعني هذا اللي أنا دائما أقول، تضع العالم كله في أزمة، ليس أزمتها على المنطقة وإنما على جميع دول العالم وخصوصا الدول العظمى، لأنها تهدد الاقتصاد العالمي، تهدد سوق الطاقة، تهدد المنطقة والعالم بعمليات إرهابية خطيرة جدا. والغريب أن هذه الدولة الإيرانية الجبانة تعمل أعمالها من وراء الكواليس، من خلف منظمات إرهابية مسنودة منها، أو إذا جاءت من منطقة قريبة منها تبرأت عن هذه المنطقة. فاليوم العالم كعادته يأخذ دوره الهام بأن هذه الدولة الإرهابية المساندة للإرهاب ولديها كثير من الأذرع في المنطقة لا يوجد حل لإسكاتها، ولا أقول القضاء عليها وإنما لإسكاتها إلا بتحالف دولي يشمل معظم الدول. وهذا مثله مثل داعش. داعش أختي نفلة يحتاج إلى 64 دولة تعمل مع بعض للقضاء على داعش، وبالمثل القاعدة. لذلك هذه مشابهة، عبارة عن دولة تساند الإرهاب تحتاج إلى اجتماع دول عالمي ليقوم بهذا العمل. واليوم أمريكا تأخذ دورها العالمي بأنها ترسل مجموعة صغيرة، أنا أقولها وخليني أردد الإعلان الذي أعلنه أولا ترامب، ثم ترجمه وزير الدفاع، ثم ترجمه أكثر البنتاغون من خلال رئيس هيئة الأركان. الرئيس ترامب قال سندفع بعدد قليل، انظري يعني ليس، وهذا أبا أتكلم عنه كثير جدا، المملكة لا تعتمد في الدفاع عن نفسها على أي دولة أخرى، وإنما لديها كما قال خادم الحرمين الشريفين، لديها الحمد لله الإرادة والقوات المسلحة التي تقوم بالدفاع عن نفسها بقواتها المسلحة. لكن هذا لا يمنع أن يعني تستحث الدول الأخرى التي لها مصلحة والتي تعادي والتي تعتبر إيران بأنها عدوة أنها تشاركنا في هذا العمل. الرئيس ترامب قال سنرسل بدفعة بسيطة إلى المملكة العربية السعودية أولا، ومعهم معدات، وأي أيضا بين هذه المعدات، معدات مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة، دفاع جوي، وهذه ستكون بناء على موافقة المملكة. يعني وافقت المملكة على أن تأتي هذه المجموعة البسيطة من القوات والمعدات الأمريكية إلى المملكة لتشارك، أنا أقولها لتشارك، لأن أيضا في حرب تحرير الكويت أختي نفلة القوات المسلحة السعودية هي كانت رأس الرمح، صحيح، وحد السيف، وأول دولة تدخل إلى الكويت، وحين تم تحرير الكويت هي الدولة التي بقيت في الكويت لحماية هذه الدولة وتسيير أمور ومساعدة الحكومة الشرعية الكويتية. نعم دكتور شامي، دعنا نتحدث عن العقوبات الأخيرة التي فرضت على إيران وأذرعها، وصلت إلى مرحلة حرجة جدا. برأيك ما هي تبعات الانهيار الاقتصادي الذي ستعاني منه إيران في المستقبل القريب؟ أشكرك أختي العزيزة، يعني كثير من الناس يحاولوا أن يروجوا بالعملية العسكرية مباشرة، ولكن ما تقوم فيه الدول الآن وعلى رأسها أيضا المملكة العربية السعودية هو حصار وحرب اقتصادية على إيران. بدأت أولا في الحصار، والآن بدأت أيضا في عملية اقتصادية متقدمة وهي الحصار على البنك المركزي. البنك المركزي الإيراني هو الذي يقدم
الأموال ويخصص الأموال للحشد الشعبي وللقوات الأمريكية وللمنظمات الإرهابية المساندة لإيران. فالآن هذا الحصار على البنك المركزي هو حصار اقتصادي للحد من قدرات إيران للعمل. لذلك أنا أقول لك أختي نفلة، أخواني مشاهدي قناة الإخبارية، أن إيران الآن في حالة تحتضر، والأكسجين الذي لهذا الجسم المحتضر يأتي إما من الحوثيين أو حزب الله أو لذلك المملكة العربية السعودية وأمريكا مع بعض لقطع هذا الأكسجين الذي يأتي إلى هذا الجسم المنهار والذي على وشك الموت إن شاء الله. وعودة إلى ضيفنا في الاستديو الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء الدكتور شامي الظاهري، مرحبا مجددا دكتور الله شامي. يا هلا دكتور شامي، ما هي احتماليات في هذه المرحلة تحديدا للجوء للخيار العسكري؟ أنا أعتقد هذا سؤال هام جدا ويتطلب اللجوء للحرب يعني ليس أول خطوة تتخذها الأمة الحكيمة الأمة العقلانية. هناك خطوات قبل اللجوء إلى القوة. لدى المملكة العربية السعودية أختي نفلة عناصر قوة وطنية متعددة، منها عناصر قوة وطنية دينية اقتصادية سياسية، والمملكة تتمتع بهذه القوى الوطنية المتعددة. الآن يتعامل المجتمع الدولي مع إيران بالحرب الاقتصادية. لماذا؟ لخنقها، لقطع الأكسجين على هذه الدولة التي تعاني معاناة كبيرة. هي الآن أختي نفلة، أخواني المشاهدين، بين سنديان المشاكل الاقتصادية الداخلية والحصار العالمي. لذلك هي تختنق، هي تغرق، هي تمر بمرحلة. واليوم يمكن أو أمس سمعت تصريح هذا المعتوه وزير الخارجية ظريف حين قال أنه أي ضربة على إيران ستجلب للمنطقة حربا شاملة، ولا يدري أن هذه الحرب الشاملة أول من تحرق إيران. ولا يهمهم هؤلاء القادة الشعب الإيراني. لذلك المملكة العربية السعودية والعالم حين يتريث ليس كما يظنهم خوفا من القدرات الإيرانية، وإنما أنا أقولها عدة مرات، مراعاة لأمن واستقرار الشعب الإيراني بالذات. الآن اليوم بدأت، وأنا أقول الحرب الاقتصادية ليس معنى ذلك احنا متوقفين عن العمل العسكري. الحشود العسكرية بدأت، والمملكة قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد. والآن تشارك بعض الدول معنا، أمريكا ودول أخرى، ربما تسألين عن الدول الأوروبية، كلها تشاركنا. لماذا؟ لا سمح الله للاستعداد للخطوة الأولى وهي استخدام القوة العسكرية. لأن عندنا مبدأ في القوات المسلحة، الاستعداد للحرب يمنع الحرب. استعداد القوات المسلحة السعودية ومن ورائها الدول الصديقة والشقيقة، هذا سيجعل المملكة العربية السعودية جاهزة. ولكن أحب أن أقول في هذا المحور بالذات أختي نفلة، ليثق السعوديون، ليثق الأصدقاء بأن المملكة العربية السعودية ستكون رأس الرمح وحد السيف في هذه العملية العسكرية. احنا لا تأتي هذه الدول لتحارب عننا، وإنما تأتي لمساعدتنا، لأن المشاركة اليوم أمريكا تشارك، صحيح، جميع الدول العظمى تشارك. لماذا؟ لمثلا نشاطات وجهود استخبارية وجهود أخرى. نعم دكتور شامي، بالحديث عن المشاركة أيضا، التحقيق الدولي شارك فيه الآن خبراء دوليين في تحقيقات حادثة أرامكو الأخيرة، حدثنا عن أهمية المشاركة الدولية في التحقيقات تحديدا. هذه أختي نفلة هام جدا، لأن إيران ليست عدوة للمملكة العربية السعودية، وليس عدوة للرفاء والاقتصاد العالمي والطاقة، وإنما عدوة للعالم كله. فالآن يأتون المحققون
من هيئة الأمم المتحدة، من أمريكا، من فرنسا، من دول أوروبا، كلهم يأتوا ليشاركوا في التحقيق، ليقفوا جميعا ويكونوا شهداء على أن هذا العمل العسكري هو عمل إرهابي جاءنا إلى الآن من الشمال. وإيران والمملكة العربية السعودية كدولة ذات مصداقية وذات، لم تقل إيران وإنما جاية من الشمال. من هم اللي موجودين في الشمال؟ هذا الآن هذه الدول المشاركة في التحقيقات تحاول أن تعرف من هي ومن أين انطلق هذه الصواريخ 25، منها 18 صاروخا طائرة مسيرة وسبعة صواريخ. لذلك أنا أعتقد أن المملكة دولة مصداقية ودولة تجعل العالم كله يشهد على هذا العمل الجبان الذي يعني يقصد فيه يعني مشاكل ليس فقط للمملكة العربية السعودية وليس لدول المنطقة وإنما للعالم بصورة عامة. ما هي السيناريوهات المتوقعة دكتور شامي للمرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة أنا أعتقد إيران تهدد وهي جبانة أن تتخذ إجراء مباشرة وجها لوجه، يعني جميع أعمالها الآن كما تعلمين هي عبارة من وراء الكواليس، إما من خلال أذرعها أو بطريقة إرهابية كما حدثت هذه العملية الإرهابية الأخرى. تسأليني سؤال هام وأنا أؤكد عليه، أنا أؤكد عليه أن إيران مريضة وتحتضر، وهناك أنابيب أكسجين، أهم أنبوب أكسجين يأتي عن طريق الحوثيين. لذلك أنصح قوات التحالف وأنصح قواتنا المشتركة بضرب الحوثيين ضربة جامدة، وخصوصا في صعدة والحديدة والهذه، لينقطع الأكسجين عن هذا الجسم المختفي الذي يحاول أن يعمل عمليات إرهابية من وراء الكواليس بعمليات جبانة زي هذه العملية الأخيرة. لذلك أعتقد ضربة جامدة للحوثيين سيوقع هذه الدولة المارقة، هذه الدولة الإرهابية إيران من شر أعمالها الإرهابية. أشكرك شكر جزيل سعادة اللواء الدكتور شامي الظاهري على هذه الإضافة وعلى تواجدك معنا. شكرا. أشكرك جزيل. أختي نفلة، وأرجو أن أقول كلمة واحدة. تفضل. أتمنى من المواطن السعودي أن يكون لديه الثقة ولا يخاف، هذول يعملوا أعمال إرهابية لتخويف أبناء المملكة العربية السعودية، وأبناء المملكة العربية السعودية قواتهم المسلحة جاهزة. ونحن اليوم وغدا سنحتفل بعيدنا الوطني 89، فعيد مبارك، عيد وطني مبارك لقيادتنا الرشيدة، عيد وطني مبارك لقواتي المسلحة التي أنا ابن من لها، وعيد وطني مبارك لجميع أبناء المملكة العربية السعودية.